هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس واهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم في استمرار لانخفاض قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، تعتبر درجات الحرارة اقل من المعدلات الطبيعية، وده لان احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط. الكتل دي هتكون منخفضة في قيم درجات حرارتها، بالإضافة كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، وتساعد أيضا على انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان اليوم في نشاط للرياح هيزود إحساسنا أكثر ببرودة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة، عشان كده الطقس فترة النهار أجواء شتوية لطيفة تماما على أغلب المحافظات الشمالية زي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترات النهار، وتحديدا كمان في فترة الظهيرة اللي متوقع أن العظمى على القاهرة الكبرى توصل لعشرين درجة مئوية. طيب قبل ما نسيب الرياح، هل هي محملة لسه معانا ومكملة معانا في الرمال والأتربة ولا الرياح فقط؟ لا، هو طبعا اليوم الرياح المحملة بالأتربة والرمال المصارة هتبقى في مناطق معينة. يمكن بالأمس كانت الرياح والأتربة والرمال المصارة كانت موجودة في معظم محافظات الجمهورية، لكن اليوم الأتربة والرمال المصارة هتبقى موجودة فقط في مدن القناة، منطقة الشرقية وسواحلنا الشمالية الشرقية، نتيجة تأثرهم بكتل هوائية جنوبية مع سرعات رياح بتتجاوز 30 و40 كيلومتر على الساعة، فده هيؤدي لإثارة الرمال والأتربة. لكن باقي مناطق الجمهورية مش هيكون عليها أتربة ورمال ومصارة، فقط نشاط للرياح سرعاته بتتراوح ما بين 35 إلى 45 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده هيؤدي لمزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة، وهيكون مثير للرمال والأتربة زي ما قلنا في مدن القناة وسواحلنا الشمالية الشرقية فقط. كمان نشاط الرياح اليوم هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط. ارتفاع أمواج هيكون ما بين 2.5 إلى 3.5 متر، فالبحر المتوسط أيضا غير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. وزي ما كنا بنقول في الأول إن كمان فترات الليل فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة، بدأنا نحس بالبرودة، يمكن برودة شديدة فترات الليل بسبب نشاط رياح وانخفاض قيم درجات الحرارة، وده موجود في معظم محافظات الجمهورية. يعني احنا صغرى فترة الليل بتسجل على القاهرة الكبرى، ومتوقع كمان ان هي تسجل خلال الايام اللي جاية ما بين 13 الى 14 درجة مئوية. نشاط رياح يخلينا نحس ان هي بتكون 12 درجة مئوية. محافظات الصعيد بتسجل 8 درجات، يعني انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل. كمان فرص الامطار مكملة معانا اليوم ومستمرة على السواحل الشمالية كلها، وهتكون امطار خفيفة الى متوسطة على اغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري. ويمكن الاجواء اللي فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة او فيها احساس بالبرودة مكملة معانا بكرة كمان الحد ان شاء الله، مع يوم الاثنين تدريجيا يبدا ياثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تبدا درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع الطفيف بمعدل من درجة لدرجتين. مع نهايات الأسبوع ممكن نسجل قيم درجات حرارة توصل ل 23 درجة مئوية، وهيكون في استقرار في الأحوال الجوية إن شاء الله. لكن اللي بنأكد عليه كل السادة المواطنين الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، وتكون شتوية ثقيلة لو بنخرج فترات الصباح الباكر أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخر. وطبعا مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية في المنطقة الشرقية ممكن واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، والقيادة طبعا تكون بهدوء تام، وخاصة كمان في المحافظات الساحلية مع سقوط الأمطار. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 20 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 19 12، اسكندرية 21 13، العلمين الجديدة 20 13، مطروح 21 12، ودمياط 22 14، بورسعيد 22 15، الإسماعيلية 21 13.
السويس العظمى فيها 22 والصغرى 13، العريش 22 12، كاترين 15 2، طابة 20 14، حلايب 23 20، شلاتين 25 21، شرم الشيخ 24 16، الغردقة 24 16. الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 9، بني سويف 20 9، الوادي الجديد 22 8، أسيوط 20 8، سوهاج 21 11، وقنا 22 12، الأقصر 22 13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 13. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لجمانة ومصطفى نكمل معهم فقرتنا. شكرا جزيلا لك. شكرا.